مستورد بغلاف محلي، هكذا هو الدجاج ومشتقاته في السوق العراقية، ليصل سعر الدجاج إلى 10,000 دينار وطبقة البيض ل8,000، مصدرها تركيا وإيران، الأمر الذي سبب ارتفاع أسعارها إلى هذا الحد، إضافة لقلة المفاقس وحقول الدواجن العراقية. منتج ما عندنا منتج محلي، مزرعة وعلى مال ديوانها دجاج الوطني، وما طاب للسوق نهائيا. أكو عندك 3 مجازر من الشمال جايجن، أسعار بكيفه، ماكو لا رقابة لا أصخام. أنت من تمنع غير سيلك فد مزرعة تابعة للدولة. موضوع الدجاج البياض، قام يطبنا مستورد للعراق من قبل تركيا وإيران والدول المجاورة، هذا سبب فتح الوزير هسه حاليا للمستورد اللي هو مدبلج، يعتبر جاي يطب من تركيا الأربيل، يتغلف ويتعبى بأكياس عراقية، جاي ينباع بجميلة عراقي. هذا بالنسبة للمجمد، احنا أصحاب الدجاج الحي وقفنا. ارتفاع أسعار الصرف سبب آخر أثر على سعر الدجاج وملحقاته، فأعلاف الدجاج بأنواعها مستوردة لا محلية تأثرت بارتفاع الدولار، فهي بالأساس تستورد بالدولار. بيض المعدة والدجاج، أنت تعرف كل مدخلات الدواجن هي بالدولار، ارتفع سعر صرف الدولار، إضافة إلى كلها الأعلاف وغيرها هي مستوردة، وبالتالي لا شك كل الأسعار ارتفعت بالبلد. بين ضعف البنى التحتية التي تسهم بتنشيط حقول الدواجن ما إن توفرت، وسعر الصرف الذي أنهك أصحاب المشاريع، يقع المواطن ضحية سوء تخطيط الحكومات السابقة التي فشلت في إدارة الدفة الاقتصادية بشكل صحيح. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.